الفكره ان احنا مش بيكون عندنا elephant واحد، احنا بيبقى عندنا اكتر من elephant، وكل elephant ممكن يمثل مشكله كبيره عند الشركه and something we really need to face. many big problems موجودين في الشركه عندنا، ممكن تكون في الكواليتي، في الكوست، في الدليفري، في البرودكتيفيتي. احنا بنتعلم structured approach ازاي to tackle our problems in a scientific way using different methodologies في الoperational excellence، في problem solving, using people, using teams. بندخل الفاينانس معانا، بتبقى فاينانس بارتنر عشان هم اللي شايفين الكوست وشايفين الايشوز بتاعت الشركه. التوب مانجمنت بيبقوا سبونسرز. بندخل البروسيس اونرز بيبقوا معانا، بيبقوا بارت اوف ذا سولوشن بدل ما هم بارت اوف ذا بروبلم، اند ذي ار بروتكتنج ذا elephants.